صباح الخير يا شجعان. صباح الخير. اليوم هو التحدي الأول في عيش سفاري الموسم الثالث، ونبغي نعرف من اللي بيفوز في هذا التحدي، يا كوالا يا كنجر. جاهزين اثنينكم؟ جاهزين. خلونا نتكلم عن المسابقة الأولى في التحدي الأول. المسابقة الأولى هي عبارة عن سباق في قوارب التجديف. كل فريق مقسم إلى مجموعتين. عبد الله، عندك فريقك تقسم إلى مجموعتين نفس الشيء، وسام خليك معاي، وتختارون بينكم اثنين يجدفون واثنين يساعدون اللي يجدف. بخبركم الطريقة الحين خطوة بخطوة. طبعاً المجموعة الأولى تنطلق من ضمن اللي يجدف، واثنين يشلون القارب ويوصلون لين بداية البحر، أوكي؟ للموج يعني. ينطلق ويرجع وتنطلق مرة ثانية المجموعة الثانية. مفهوم؟ مفهوم. إذن مطلوب منك يا وسام الحين تختار اثنين يجدفون وأربعة هم اللي يشلون القارب وتقسموا المجموعتين. طبعاً نفس الشيء يا عبد الله، عندكم بس 20 ثانية لأنه ما عندنا وقت. لا تنسون يومنا طويل. تفضل. اوكي ارجع مكانك لو سمحت. قررتوا من اللي بيجدف عندكم؟ انا ومريم. خلاص المجموعه الاولى تتقدم للامام، المجموعه الاولى الثلاثه خلوهم في الصف الاول، وانتوا اول مجموعه خلوهم قدام. زين يلا المجموعه. اول ما عدلين ثلاثه تنطلقون. اوكي يلا جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة انطلقوا. حرك 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 حرك. اوكي فريق الكنجر ينطلق في الماي في البداية. فريق الكنجر واللي انطلق في البداية. مريم تسقط في الماي في البداية. مريم تسقط في الماي في البداية. فريق الكوالا بعد ما وصل للبحر. اوكي الظاهر ان محمد يواجه مشكله في التجديف. محمد من الكويت يواجه مشكله في التجديف. مريم تكمل، الظاهر انها توصل شوي. مريم تكمل. اوكي محمد ما تحرك من مكان الحين. ويدور في نفس المكان. ومريم وصلت للنقطه. ومحمد نفس المكان. فهموا علموا كيف. زين يمكن ما يعرف. مريم محمد نفس المكان. طب مريم توصل تقدم. فريق الكوالا تقدرون تساعدونا تقدمون للدزونة شوي. الاثنين اللي كانوا برا ارجع. الاثنين اللي كانوا برا. اذا المجموعة الأولى من فريق الكنجر توصل ومحمد الحين قاعد يكمل. اوكي ارجع مكانه. انطلقوا يلا. المجموعه الثانيه تنطلق. عبد الله يكمل. عبد الله بسرعه ويتجه مكان بعيد. محمد وايد بعيد. اذا عبد الله ما شاء الله يوصل والحين يعد النقطه. طبعا اقدر اقول ان فريق الكنجر متقدم بطريقه عجيبه يعني. هذا عبد الله راجع الحين في طريق العوده. والمجموعه الثانيه طبعا ما ننسى ان عبد الله هو في المجموعه الثانيه. سام مرتسم على وجهه. حلو يا عبد الله. محمد طبعا الحين يستقبلونه المجموعه اللي تستناه ويرجعون القارب مكانهم. ومحمد لسه ضايع في نص البحر. يرجعون القارب. إذا انتهت اللعبة. لو سمحتوا اجمعوا معي هني. محمد بيجيكم بعد شوي. إذا في المسابقة الأولى اللي فاز بالثلاث نقاط هو فريق الكنجر. الحين المطلوب منكم تستعدون وتنطلقون للمسابقة الثانية. بنشوفكم هنا. احنا خسرنا ثلاث أسباب. السبب الأول كابتن
الكابتن بيحكم بقلبه مو بعقله زي عبد الله. حنان شو سابقه كل في كل الاشياء. شاف محمد بيقول انا عايز فقال خلاص اخلي محمد. ليش ميثا ما بتعرف تجدف؟ حلفناها. امير قال بس امير ما يجاوب على ابسط سؤال ليش ما يجدف. انا لو كنت قائد والله لا لاقول اكون انا عشان انا خفيف الوزن وكده حعرف. بعدين خلينا محمد يجدف الاول. قاعد يقول لي انا اعرف اجدف. قال خليني خليته. بعدين لما جاء عايز يجدف قال وانا ولا مره في حياتي جربتها خايف. وكان سبب علشان محمد بيصرح كثير كل الالعاب. هو المهم انه يشارك مثل الامس في لعبه الطيران. لو ما شارك والله كان بيعيط. ولو مختاروه كان بيعيط. وكان السبب ما بيسمع الكلام. بنقول له جدف زي مريم كده عادي سامبلومو. قالوا لها جدفي كده يمين يسار. جدفت وراح كده. سمعت كلام قائدها وسمعت كلام فريقها واللي عنده خبره. سمعت كلامه وراحت انا فازه. محمد ما بيشوفنا فائد الامل كليا ما بيسوي شيء في الفريق. وانا اقول والله لو كنت قائد ما خليه له. وان شاء الله لو خلوني قائد في المسابقات الجايه أدي الحكم للأقوى للي يعرف الشيء أديه. أمير شو اسمه أمير كان بيكتب كان بيقول إن أنا شو اسمه إن أنا كنت مجرب شو اسمه إن أنا مجرب أنا مجرب شو اسمه إن أنا أجذب في القارب. أنا ما قلت له كذي. أنا ما قلت له إن أنا ذك مو شو اسمه راكب من زمان من أول. أنا قلت له إن أنا أعرف أجذب بس ما قلت له إن أنا راكب من زمان. طبعا هذه المسابقة الثانية في التحدي الأول. أتمنى يا كوالا تشدون حيلكم في هذه المسابقة لأن عليها نقطتين وبيكون لكم أمل تفوزون في الدورة الأولى. مفهوم؟ مفهوم. خلونا أشرح لكم قواعد اللعبة على السريع. طبعا تشوفون قدامكم الحين هذا الميدان. تنطلقون أول شيء ركض في هذه الأكياس وبعدين في الأكياس طبعا نط. فاهمين علي؟ لما توصلون للإطارات هذه تتحاشونها أو تحطون رجولكم فيها. بعدها زحف تحت البامبو. بعد البابوت تكملون زحف بعد ما توصلون الشجرة هذاك. شايفينه؟ أوكي؟ مفهوم؟ بعدها تلفون وتدورون توصلون لهذا الحاجز. أول حاجز قفز من فوقه الثاني تحت من تحته توصلون هني عطني اللي بعده. مفهوم؟ بطريقة بسيطة. جاهزين؟ جاهزين. زين خلونا عدنا ثلاثة الحين. واحد اثنين ثلاثة انطلق. روح عبد الله راح امين لسه عبد الله راح وامين لسه تاخر في لبس الكيس. معلش يلا معلش كمل يا امين. حلو والسباق قوي مع بعض. سباقهم قوي. امين يوصل ويكمل زحف. عبد الله يوقف كان خطا. اوكي صح. امين يتحاشى. امين سريع مع انه تاخر. حلو يا امين من تحت. حلو اللي بعده امين سريع جدا ما شاء الله. امين المغرب وعبد الله السعوديه وصل الحين. تنطلق ميثا من الامارات الحين. ميثا معك بلش نط. ميثا من الكوالا. شكل الكوالا يدي اداء رائع يعني الحين. الكنجر شكله اداء تراجع شوي. الكنجر شوي اداء تراجع ويكملون. معلش شكلهم بيتساوون الحين. ميثا تكمل. اوكي حلو. بعد لا يزال الكوالا في المقدمة. حلو. وين تحياتكم؟ وين تجيتكم؟ حلو. هذه ميتة ما شاء الله. من تحت يا ميتة. حلو يا ميتة. لسه الكنجرو متجدد. معلش. أوكي كملي. طلع الحاجز بس. طاح الحاجز. أوكي. حلو. تواصل. أمير يقع. أمير يطيح. يكمل. أوكي. روح. لا تنسوا في مخالفة اللي يتعرض لطريقة. خمس ثواني يتوقف في مكانه. حاولوا تبتعدون عن بعض. حلو. أمير من العراق يبدأ دراع. لا يزال فريق الكوالا متقدم. ما نعرف الحين منو اللي بيربح نقطتين. حلو يا أمير. أمير جدًا. حركي. وينك يا عمير؟ يلا اسرع يا عمير.
من تحت من تحت من تحت. اوكي روح يا عبير، اسرع يا عبير اسرع. ينطلق محمد من الكويت الحين. محمد من الكويت. اوكي محمد من الكويت. اها اها قفزات رفيقه ونفس الشيء رغد من سوريا. رغد او شتى الطرق رفيقه اسرع. يلا يا رغد على الاقل شويه تقربي منا. روح روح روح. طبعا حاولوا انكم ما تمسون بعض. اوكي روح 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 روح. في مخالفه وقف خمس ثواني. كمل 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 كمل. مو انت بعد بكر بيبه. تحت تحت تحت. اوكي اوكي روح. هذا الفريق الكوالي متقدم على فريق الكنجر. يلا يا رغد يلا اسرع. حط من الفارق من بيتهم. اسرع يا رغد. فريقك معتمد عليك. حلو حلو حلو. ياسمين تطلق عشان تعقل شوي نظارتها. كمل 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 كمل. اوكي اوكي حلو 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 حلو. اوكي اوكي اوكي. ياسمين وصلت لكن اوه شكلها تحطم الفارق عن طريق علي من عمان. ها شوي شوي ياسمين شوي شوي. ياسمين ياسمين شوي شوي. ياسمين داون. ياسمين تحت تحت. ياسمين تحت تحت اكثر. علي شكله حطم الفارق. علي حطم الفارق. علي حطم الفارق. اذا الكنجر تاخر شوي. اذا الكنجر تاخر شوي. اوكي اوكي اوكي. ياسمين انطلقي ياسمين. يمكن ياسمين عشان نظارتها طاحت تعقلت في هذا الموضوع. يمكن عشان نظارتها طاحت. اوكي انطلق انطلق انطلق. روح 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 روح. يتعرقل اخر شيء. اوكي روح روح يا وسام. وسام اقفز. وسام نط نط. اوكي روح يا وسام. فريق يعتمد عليك. انت اخر واحد يا وسام. روح يا وسام اسرع يا اهو. شكلهم الحين صراع قوي من بينهم للوصول. صراع قوي لكن وسام يتعرقل شوي ويتاخر وفادي يتقدم عليه. اذا فريق الكنجر فريق الكنجر نقول فريق الكنجر يمكن. ويمكن وسام. وسام يتاخر بعد شوي. وسام يمشي على راحته يتقدم. اوكي اوكي وصل فادي من لبنان للنقطة الأخيرة وفريق الكنجر. تفضل وسام. شوي أعلن فوز فريق الكنجر في هذه المسابقة ونشوفكم إن شاء الله في المسابقة السابقة. أنا اللي خسرت فريقي عشان نظاراتي وقعت وكان بدي أرجع أجيبها وأنا ناقصة كتير. ناقصة 4 أو 4.5. فأنا قدامي ما كنت بشوف كويس. أما علي سبقني وكمان أنا ما بنط كويس بالكيس. علي سبقني وأنا عم ببكي عشان حاسة إنه أنا اللي خسرت الفريق وإنه إحنا كنا ممكن نربح بس أنا خسرت فريقي. ومثل ما قالت ياسمين نطحت نظارتها بعد وهي تأخرت شوي لأن بعد لو ما كانت نظارتها طاحت كانت بتتعادل وياي لكن أنا سبقتها وفزنا الحمد لله. كنا إحنا فايزين 100-100 كل الفريق خلاص ضمننا الفوز. الحين تأخر محمد شوي كده فارق 10 ثواني كنا سابقينه. يعني لو وقفونا مرتين كنا حنش حاجة. يعني فارق كبير. لسه ياسمين سقطت نظارتها فما بتعرف تنط وما بتشوف كويس. يعني لو كانت شغلة اللعبة بتتضمن لاعبين أو ثلاثة ما كنا اختارينها أصلا. هم نفسيتهم تتأثر. شو معنى يعني لسه في ألعاب كتير بس نفسيتهم توترت كتير وعيطوا فقدت الأمل هي كمان. وقعد نظارتها ما صارت تشوف كويس. وعلي بعد مو هي اللي مو سريعة كتير. علي كان أسرع. علي متفوق عليها السرعة فسبقها. خلاص خسرنا راحوا عيط. أنا ما بقول لهم ليش عيطوا. هي بأول دورة إن شاء الله نفوز في السفاري كله. لو خسرنا دورة واحدة مو نهاية الكون بس إن شاء الله نفوز كتير ألعاب. وصلنا للمسابقة الثالثة في التحدي الأول في عيد سفاري. أتمنى أنكم تكونون يعني مستعدين وجاهزين خاصة الكوالي اللي هم خسروا المسابقة الأولى والمسابقة الثانية. جاهزين؟ جاهزين. خلوني أشرح لكم اللعبة. اللعبة عبارة عن دلوين ماي مربوطين في هذا الميزان
وعندكم كوب، هذا هو الجلاس مثل ما تشوفونه على الأرض، في مخزوق الكوب، بنقول مخزوق أو مخبأ. تروحون واحد واحد منكم ينطلق لهذيك النقطة، نقطة البالونات هذيك، ويرجع منها ويعبي الكاس ماي ويعبي في الدلو تبعه. طبعاً لما يخلص آخر لاعب فيكم، آخر شجاع، نوقف اللعب ونشوف منو الدلو مال اللي نزل أكثر. مفهوم؟ اللي الدلو مال اللي نزل أكثر وتعبه ماي أكثر هو اللي فاز بهذه المسابقة. مفهوم؟ مفهوم. جاهزين؟ جاهزين. أول ما عدلين ثلاثة بلشوا اللعب، تغيرون الأماكن، تحطون أي واحد، تأخذون أي واحد، كيفكم. يلا بطلب منكم توجهون الحين لهناك عشان أعدلكم لين ثلاثة. توجهوا هناك لو سمحتوا. أيوة، كل واحد يوقف عند علمه. واحد، اثنين، ثلاثة. حلو حلو علي، انطلاقة سريعة. حاسموا على الأحجار، دور دورة على البالون. أمين نفس الشيء، تقريبا متساويين للحين، تقريبا هم متساويين للحين، تقريبا هم متساويين للحين. أوكي أمين يطلع من الماي، ولكن أيوة أيوة فكرة حلوة إنه يأخذ الماي في النهاية. أوكي أوكي حلو 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 حلو. أول جلاس راح، ينطلق اللي بعده. عبد الله من السعودية ومحمد من الكويت. شوي 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 لتعودون عماركم. حلو، يلفون من النقطة، يلفون من النقطة. الحين يرجع محمد، الحين هم متساوين تقريبا للحين. محمد يطالع اللي يمه، محمد طالع قدامك، روح طالع قدامك، ما عليك. محمد ينطلق، محمد ينطلق بالماي، ولكن الظاهر انه ما يب وايد ماي، معليش. ونفس الشيء عبد الله من السعودية. اوكي ينطلق اللي بعده، رغد من سوريا، رغد من سوريا، ياسمين من تونس. ياسمين من تونس تنطلق، ياسمين من تونس تقع وتكمل، لكن تكمل. حاسبوا شوي على الاحجار، حاسبوا تحت على الاحجار. اوكي رغد ترجع، رغد ترجع، رغد من سوريا ترجع، ولكن يلا يا رغد، رغد ضيعت الجلاس، رغد دوري على الجلاس، رغد حصلت الجلاس اخيرا. اوكي اوكي يا رغد، شوي شوي يا رغد، رغد توصل، عبت الجلاس. اوكي لكن توصل، توصل مجموعه قليله. الظاهر ان دلو فريق الكنجر نازل شوي، لكن متساوين لسه، متساوين. اوكي اوكي هذا هو فادي الحين. وسام يقع من البداية، وسام يقع من البداية، لكن يكمل يكمل. فادي يوصل، فادي يمشي في، يحط الجاس في الماء ويكمل. فادي من البلاك، وين تشجيعكم، وين تشجيعكم؟ حرك حرك، حي 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 حي. وينكم؟ ليش ساكتين، ليش ساكتين؟ حي وسام، الظاهر انه تعبان وايد، الظاهر انه وسام تعبان. شوي 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 شوي. اوكي مريم، اوكي مريم ترجع، مريم ترجع، مريم مريم عبي كلهم شكل مخرمات. يلا يلا، او هذه كانت خطه عبد الله انهم يمسكون. اوكي مريم توصل مجموعه كبيره من الماي، جراف كامل. بفكره حلوه، انا اسكر على كل الفتحات اللي في الجراف. ترجع مريم، ميته من هناك، ميته ترجع، ميتة تحافظ على أكبر قدر ممكن من المياه. يلا يا ميتة أسرع، يا ميتة أسرع أسرع. يلا بسرعة، عبير من السعودية تدور على البالونات، عبير من السعودية تدور على البالونات، وينطلق أمير من العراق. وين تشجيعكم، وين تشجيعكم؟ عبير ترجع، عبير ترجع، عبير ترجع، عبير ترجع. أوكي عبير ترجع. أوكي يا عبير، أمير يرجع الحين، أمير يرجع الحين. إذا آخر وحدة أو آخر شجاعة من فريق الكنجر وصلت، أمير الحين يوصل. الحين بنشوف أكثر واحد نازل. طبعاً تبون تعرفون من هو الفائز في هذه المسابقة، والميزان موضح كل شيء. الفائز في هذه المسابقة هو فريق الكوالا. طبعاً هذه أول مسابقة يفوزون فيها فريق الكوالا. بتعرفون نتيجة الفائز في التحدي الأول في أي سفاري في المجلس.